بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. إن شاء الله يا جماعة احنا في جولة في فايل لوك. الطلب من إن أنا أصور الأحذية والشنط، شنط الخروج يعني أي شنط هلاقيها قدامي إن شاء الله هصورها لحضراتكم، تاخدوا فكرة إيه الجديد اللي إيه متوفر في فايل لوك. دي شنط مدرسة أهي للأطفال، مناسبة للبنات والأولاد يعني وكده. أهي ميكي ماوس اهو. دي اشكال الشنط المتوفرة في فايل لوك للمدارس يعني اهي، قلت اصور لحضراتكم كله زي الشنطة دي بتاع ميكي ماوس على 35 ريال. الشنطة دي على 55 ريال الشكل ده. عايزه اجيبها لحضراتكم على 55 برضو، وفي اللي هو السادة اهو وفي الملون يعني. دي شنط الاطفال اللي هي المدارس المتوفرة ايه في فايل لوك. ندخل بقى على شنط الخروج ان شاء الله اهو. شكلها دي الموضة الجديدة ده، وفي الكبير وفي اهو البني والاسود والنبيتي او الاحمر يعني أوه. الشكل ده على 119 ريال، ما تزعلوش. والشكل 155 ريال، 155 ريال الشكل ده. الاشكال دول على 155 ريال. نيجي هنا بقى، دول على 73 ريال الشكل ده، واليد بتاعته اللي هي ايه السلسلة التخينة دي. كلهم دول على 73 ريال اهو. توفر منه الالوان دي والشكل ده، ده ستايل تاني. توفر منه 3 الوان برضو، 82 ريال. وليه اليد بتاعته اهي اللي هي بتتعلق كتف، اللي هي بتتعلق يعني عند الرقبة اهي، جلد ناعم. ودي برضو لها يد، ثواني تفتح ازاي، انا ذكية فتحته الحمد لله. كلهم لهم يد من جوه اللي هي بتتعلق ايه عند الكتف كده يعني والرقبة اه. واليد بتاعته تخينة، او ممكن بيجي معاها اتنين، واحدة عريضة واحدة رفيعة حسب ما انتوا عايزين. واللون الاصفر جميل ذهبي كده. دول بيبقوا مع الشنطة من جوه، واحدة عريضة وواحدة ايه رفيعة اليد بتاعتها. 73 ريال، 73 ريال برضه اهو، 73 بالشكل ده. الشكل ده حاسه ان هو قديم. 82 ريال، ده من ايام زمان، ده حاجات زمان بتطلع موضة دلوقتي. او شكل تاني اهو على 55 ريال، دي شكلها حلو على 55 ريال، خفيفة على وهي جلد على 55. متوفر منها الألوان دي، البني والأوف وايت والمسترد ده اهو. شكل المسترد ده هو اللي طالع موضة، هو والبني، ان دي أشكال جديدة اهو على 55 ريال. حلوة النبيتي دي. هنا دي بقى، دي زي مناسبات بقى كده ولا ايه، دي على 55 برضو، لها يد بتتمسك كده يعني من العلقة دي. ودي اهي 82 ريال، اتنين وتمانين ريال
ايه وكلهم لون واحد. دي صغيرة شوية، 82 برضو، وبرضو ليها اللي هي بتتعلق من الكتف، وهو دي اللي طالعة موضة كل الناس لابساها، اللي هي السلسلة بتاعتها تخينة دي وخفيفة كده وعلى هيئة بوك كده، يعني اللي هو النظام القديم بتاع زمان. اوبا، الشكل ده كله متلخبط على بعض. الشكل ده ان شاء الله كده على 82 في فايل لوك، دول على 82 ريال، والسودة دي على 82 برضو. ماشي اهو، انا فرقكم الاشكال بس، اهي دي ده شكل وده شكل وده شكل، اغلبهم على كام؟ على 82 وعلى 55 وعلى 88 اهو. الشكل ده على 88 ريال لوزان، اهي دي احنا شرحناها قبل كده قدام. كل دي الاشكال المتوفرة في فاين لوك، اشكال جديدة فاين لوك. انتوا استنوا بقى التخفيض، وده موديل جديد برضو فاين لوك زي الكيس كده، بيتربط كده، واليد بتاعته برضو مختلفة اهي. الناس اللي بتحب الحاجات الغير تقليدية يعني وكده، ب64 ريال متوفر منه 3 أشكال اهو. والشكل ده ب64 برضو، الشكل ده حلو هادي كده ورقيق، ب60 ريال. الشكل ده على 60 ريال، وبرده بيتعلق برضو، واليد دي من هنا، والبتاع اللي بتحطوا فيها الحبل بتاعها على 60 ريال. في اشكال كتير اهي، في كبير وفي صغير، وفي دي برضو خفيفة دي، والحبل بتاعها عريض حلو، واليد بتاعتها ب80 ريال، ب80 ريال دي. ودي برضو على قد الجوال يعني وكده، ما بيحبش يشيل حاجة تقيلة، 55 ريال دي. الشكل ده على 55، متوفر منه اللون اللون الأسود واللون الفستقي. دي كل الشنط، عشان ايه؟ نسيب مساحة للأحذية تحت يعني، عشان الشنط فوق. لو طلعت اشوف جابوا ايه ملابس شتوي بيجامات يعني كده، لقيت كله صيفي بنص كم، مرضيش اصور اهو. دي الشنط، اشكال الشنط اهي، كلها تتراوح بين 60 65 80 كده يعني. ده شكل جديد برضو اهو، على 82 ريال الشكل ده اهو. دي كانت الشنط المتوفرة في فاين لوك. طبعا بقى في شنط مدارس كتير اهي، احجام واشكال مختلفة اهو، جميع الاشكال والالوان. وهي ودي شنط برضو اطفال، ودي شنط اطفال جميلة اهي، اشكال على هيئة موزة دبدوب اهو، اشكال جميلة اهي. دي ناشفة شوية، ده على هيئة ايه؟ طبق اهي. اسعار الدبدوب ده
فين السعر؟ ب27 ريال، ودي مشوها موزة، أنا موزة ب35 ريال، ب35 ريال. أنا يا جماعة يعني إيه هو الطلب مني؟ إن أنا أصور الشنط والأحذية، قلت أصورها لكم أهي. حلوة الشنطة دي، شيك جدا. نشوف سعرها، نشوف سعرها كده. ب60 ريال، دي على 60 ريال. الشكل ده برضو غريب كده. اليد بتاعتها من فوق والسوستة من تحت اهي، ولها برضو بتتعلق، بتتعلق. على 73 ريال دي، شفتوا الستايل بتاعها كده. نشوفكم ان شاء الله، ننزل نصور الأحذية تحت. نزلنا تحت عند قسم الأحذية، هنا في عرض كويس مكتوب اشتري واحدة واحصل على الأخرى مجانا في فايل لوك. ب79 ريال، اشتري واحدة واحصل على الأخرى مجانا. برافو علي اهو، اشتري واحدة واحصل على واحدة مجانا في ايه، قسم الأحذية الرجالية. وخفيفة بصراحة، انا مسكتها لقيتها خفيفة والوانات حلوة، ممكن تاخدوا لونين. ب79 ريال، يبقى الاتنين ب79، عرض كويس. وهنا برضه هو مكتوب اشتري واحدة واحصل على الأخرى مجان اهي. دي بناتي دي او حريم يعني اهي. والعرض بتاعه اهو، دول في الاستاند ده. دي بقى على كام؟ هي خفيفة بصراحة، خفيفة. 79 ريال برضو. ب79 ريال دي بناتي، دي جميلة دي برضو وخفيفة، على برضو على 79. اشتري واحدة واحصل على الأخرى مجان اهي. دي حلو، معقول؟ انا خايفة اكون بقول غلط، بس الورقة محطوطة على والستاند اهو. اللي هو ان لغاية هنا يعني، جالي اهو حطينا اهو. اشتري واحدة واحصل على الأخرى مجانا اهي، ده قسم الرجال اهو، وكله على 79 ريال. يعني هتاخدوا المؤاخذة الشوزين على 79 ريال اهو، وخفيفة مش تقيلة، خفيف خفيفة، وألوان وأحجام ومقاسات اهي. برضو النوعيات دي ايه، على 79 ريال اشتري واحدة واحصل على الأخرى مجان اهو. بناتي ورجال اهو، حلوة دي، لونها هادي كده رجالي. ودول اشتري واحدة واحصل على الأخرى مجانا، حتى الرسمين عليها اهي، الرجالي والحريم اهو، على 79 ريال. تاخدوا اتنين ب79 ريال، عرض كويس. هنا الشحاطات اهي على 17 ريال، دي رجالي كلها 17 ريال و16 ريال، يعني أسعار مختلفة اهي. انا بوريكم الاشكال يعني.
الولادي دي على كام؟ على 37 ريال. دي أحذية ولادي يعني، ايه على 37 ريال، كلهم الأشكال دي كلها على 37 ريال. ايه الوانات يعني فاقعة. هنا بقى في كبار وصغيرين، الشكل ده حلو وخفيف وطري يعني وكده، يعني مش ناشف، توفر منه كذا لون. عايزين نشوف السعر. السعر بيبقى حاطينه في الظهر ب15 ريال، وطري مش ناشف اهو، طري على 15 ريال، وده على 20 ريال. الشكل ده ده على 20 ريال اهو، عشان الطلب مني يا جماعة. وانا كنت معدية وانا بصور في السيف جيلري، قلت اصور بالمرة عشان كلهم جنب بعض، السيف جيلري والتخفيضات العائلية.